هو انا لو قلت لك ان التعليم دلوقتي احسن من التعليم زمان ب 100 مره ابقى بثير الجدل وبهز الثوابت؟ طب لو قلت لك ان الجيل بتاعي انا جيل الثمانينات دول اللي كان كل اللي بيتعلموه في المدرسه عربي علوم حساب شويه دراسات اجتماعيه بس كده، ده جيل ما خدش حظه الكافي من التعليم، ابقى بقول كلام غلط؟ مرحب في شغل عالي. لو كان في تعريف وحيد لان الانسان يكون محظوظ في رايي هيكون ان عنده فرص اكتر للتعلم، ولو محظوظ اكتر شويه بقى يبقى انه يتعلم كويس ويتعلم حاجات مفيده. عشان كده بقول لك من بدايه الحلقه انه الاجيال الاصغر مننا بتتعلم احسن مننا. حاجه من ضمن الحاجات اللي فرحتني وبتفرحني، معرفش تعرفوا ولا لا، بس الاجيال الصغيره وتحديدا الاطفال من سن تانيه وتالته ورابعه ابتدائي بيدرسوا حاجه كده اسمها الثقافه الماليه. حد درس في المدرسه حاجه تشبه الثقافه الماليه؟ حد درس حاجه كده؟ طب انتوا لحقتوا ايه؟ التدبير المنزلي؟ اه بجد كان في حاجه تشبه كده، اقتصاد منزلي صح؟ لكن الثقافة المالية ده مصطلح مهم جدا وجديد جدا، واكتشفنا كده انه لو ما تعلمش للناس من وهم صغيرين وهم في المدرسة غالبا اختياراتهم وقراراتهم المالية في حياتهم بعد كده بتتأثر سلبا. طبعا في مادة اسمها مادة المهارات المهنية في التعليم بتاعنا في مصر هنا، فيها جزء عن الثقافة المالية دي، بيتكلموا فيه عن ميزانية الأسرة وكلام لطيف جدا يخص او يفرحنا ويطمنا ان التعليم بيتحسن. لكن بما اننا بتوع شغل احنا هنتكلم عن ايه؟ عن الشغل. الثقافه الماليه في الشغل دي حاجه مهمه جدا، وعايزه يعني لو تقدروا تشاركوني، حد قبل كده رفض شغل لانه لما حسبها كده لقى ان المرتب هيتصرف على المواصلات وعلى الاكل اللي هاكله في الشركه طول الشهر؟ حد عمل الحركه دي؟ انا ساكن في حلوان وكان شغلي في مدينه السلام، بعيد في مصنع يعني من المصانع الغذائيه، فكان المرتب مش مجزي ان انا اصلا بركب مواصلتين من حلوان عشان اوصل مدينه السلام. طيب عملت ايه بقى لما ما اشتغلتش؟ مفيش، دورت على شغل تاني وبحثت اكتر لحد ما لقيت الشغل المناسب ليا، يمكن كان المكان بعيد نسبيا بس احسن بكتير من المكان اللي كنت اشتغل فيه في الاول. حلو قوي، يبقى ممكن ارفض ده عشان بعد المسافه. حد عمل العمله دي تاني؟ انت كنت قايل ايوه كنت اشتغل في كافيه، المرتب شهري معدي ال 4000 بس انا حسبتها مش هتنفعني خالص. ليه؟ يعني مصاريف وبرده المدرسه وكل حاجه مش هتنفعني. طب وعملت ايه بدلها؟ جبت راس مال وفتحت مشروع. فتحت مشروع لحسابي. لا ده انت، لا انت انت عم مقتدر. مش كل الناس تقدر لما ترفض شغلانه تفتح هي المشروع بتاعها، لا دي حلوه جدا. بس هي دي قدام من زمان وانا حاببها، حابب المهنه نفسها. حلو جدا، ودي حاجة تحترم. ساعات بنقول كده ان انا بحسبها في دماغي فبقول ان انا مش هشتغل الشغلانة اللي هصرف كل مرتبها على المواصلات وعلى المصاريف الشهرية، لكن في ناس تاني بتختار انها توافق على القرار ده مش غصب واقتدار ولا حاجة، بس لانهم بيبقوا شايفين المبدأ المعروف جدا ان انا بشتغل يا اما عشان اخد فلوس يا اما عشان اخد خبرة يا اما عشان اكسب علاقات يا إما عشان أبني خطوة في مستقبل طويل. وفي كتير مننا كمان عندهم الحادثة دي بتحصل كتير قوي، ممكن مرتب الشهر كله يخلص في خروجتين كبار، أو البنات طبعاً يعرفوا الحكاية دي إنه ممكن يخلص كل الفلوس اللي معانا في نزلة شوبينج واحدة. والثقافة المالية واحدة من الحاجات اللي لو ضروري يعني نتعلم حاجة بعد اللغات مثلاً، أهم حاجة في الدنيا وإنت من سن 18 ل 22 سنة إنك تتعلم لغات، لكن لو في حاجة تانية بعدها يبقى إنك تبقى أنت مدير فلوسك مش فلوسك هي المدير بتاعك. الثقافة المالية بتساعدك شوية لأنها بتسهل عليك اختيارات إزاي تصرف فلوسك وإمتى وفين. هفكر معاكم في شوية حاجات. مين وهو صغير أهله فتحوا له دفتر توفير؟ كلنا مش كده؟
القاعدة القديمة دي الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية صح من موضوع الثقافة المالية. فالثقافة المالية دايما يقول انك حوش اي جزء صغير من مرتبك، وناس هتقول لي ما انا ما بفضلش حاجة من مرتبي، حتى لو كان 8 ساندويتش هتاكله بره البيت، بس انت هتقرر انك تاكله جوه البيت وتحوش شوية صغيرين قوي قوي دول. والسبب يعني بتاع التحويش مش التحويش في حد ذاته، هقول لك ليه بعد شوية. القاعدة بتقول لك اصرف دلوقتي عشان توفر بعدين. في مجموعة من الحاجات لو صرفت عليها فلوسك النهاردة هتوفر كتير قوي 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 من نفقاتك بعد 10 سنين مثلا، زي انك تصرف على اشتراك الجيم لانك غالبا هتوفر في الفاتورة الصحية بتاعتك. ادفع فلوس في الفاكهة والخضار مش في الحاجات المقلية والاكل برة، لانه ده برضو بيتخصم من فاتورتك الصحية اللي هتدفعها في الاخر. ادفع فلوس في الكورس عشان تحسن مهاراتك عشان يجيلك بعد سنة كمان مرتب زيادة، وهكذا. اصرف دلوقتي عشان توفر بعدين. حاجة كمان محدش علمها لنا وهو بيكلمنا عن الفلوس، انك تعمل وثيقة تأمين على الحاجات اللي لو باظت مش هقدر اعوضها مرة تانية. حاجات كبيرة يعني، تأمين على الحياة، علاج، على العربية، على اي ممتلكات عندي. دي ثقافة، وغالبا غيابها بيوقع الناس في ازمات مالية كبيرة لو حاجة من الحاجات الكبيرة دي اتأثرت. بيقولوا كمان إن لو عندك ثقافة مالية يبقى دايماً هتكون بتفكر في دخل إضافي. فاكرين الفلوس القليلة اللي قلنا هنحوشها بتاعت الساندويتش؟ النصيحة بتاعت المتخصصين في إدارة الأموال بيقولوا إن شوية الفلوس القليلة دي جمعها مهما كانت صغيرة، واعمل بيها مشروع صغير خاص بيك زي ما أنت عملت كده، بس أنت ما اشتغلتش أصلاً الشغلين، بس اعمل مشروع خاص بيك وحاجة بعد فترة تكون هي نفسها بتجيب لك عائد جنب شغلك الأساسي. سؤال غالباً أنا عارفة إجابته، مين عنده حساب في البنك؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. وانت بتفكر 6 من حوالي 30 أو 40 شخص. عارفين إحنا ليه ما بنحبش نعمل كده؟ ما بنفتحش حساب في البنك ليه؟ لأننا بنقول أنا الفلوس اللي معايا دي قليلة، هفتح بيها حساب في البنك ليه؟ صح؟ ساعات بنحسبها كده، لكن عشان تضمن أن يبقى معاك فلوس كتير بعدين، افتح حساب في البنك النهاردة حتى بأي فلوس قليلة. الشباب في الوطن العربي، الإحصائية المرعبة بتقول أنه أقل من 7% من الشباب في سن 18-24 سنة عندهم حساب في البنك. يعني 93% من السن ده الأهم والأكتر والأكتر ناس بتشتغل ما عندهمش حسابات في البنك. يعني عندنا مشكلة في علاقتنا بالفلوس ومنظومة التحويش عموماً. يعني معظمنا بيدير فلوسه بمنطق الجمعية بتاع تيتا، عارفين؟ يعني انه لما تزنق هتصرف. انا عجباني الجملة بتاعتك، هفضل ابصلك طول الحلقة. قالك سبت الشغل وفتحت المشروع لنفسك. خلينا متفقين انه العالم كله في ازمة اقتصادية حقيقية. بيقولوا كمان اللي هيستوعب يعمل ايه دلوقتي، واللي هيستوعب فكرة انه يبقى شخص منتج اكتر ما هو شخص مستهلك، واللي هيتعلم عشان يكسب هو ده الشخص اللي هيخرج أسرع من الأزمة دي. فاكرين بقى صاحبنا اللي رفض الشغل عشان كان مرتبه ما بيكفيش؟ هو قاعد هنا سوالها شغل تاني. في واحد تاني خد الشغلانة، والشغلانة دي علمته حاجة وديته مكان جديد ومرتب أفضل وعلاقات أفضل. القصد يعني أن أنا أقولك أنه الثقافة المالية هتنقذك، وغالباً هتغير معظم اختياراتك في الحياة اليومية. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.